ينضم إلي من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح مراسلنا عبد الله مقداد. نتابع معك عبد الله آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة. مرحبا زاهر، لازالت وتيرة العمليات العسكرية مستمرة ومتواصلة في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، خاصة في خان يونس حيث تتركز العمليات هناك في المناطق الغربية من المخيم. اليوم نجحت دفعة جديدة من المواطنين بالخروج من المنطقة الغربية من مخيم خان يونس، وفقا لشهادات حصلنا عليها من بعض الذين خرجوا. الجيش الإسرائيلي قام بإقامة حاجز طيار للمواطنين واستجوابهم بشكل عشوائي، ومن ثم سمح لهم بالخروج. هناك أعداد كبيرة كانت قد احتجزت من المواطنين تحت مياه الأمطار أثناء عملية مرورهم في المنطقة الغربية من خان يونس، تحديدا بالقرب من جامعة الأقصى في غرب المدينة، ومن ثم سمح لهم بالذهاب إما إلى رفح أو بالاتجاه إلى المنطقة الوسطى إلى دير البلح وسط قطاع غزة. حتى هذه اللحظة نتحدث عن قصف مدفعي مستمر ومتواصل على وسط المدينة وعلى المناطق الغربية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكذلك أصوات اشتباكات وانفجارات تسمع من حين لآخر في تلك المنطقة. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة تحديدا في المنطقة الشمالية الشرقية لمخيم النصيرات ومنطقة وادي غزة، سمعت أصوات إطلاق للنيران بشكل متقطع وقصف متقطع من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية في تلك المنطقة. حتى الآن نحن نتحدث عن استمرار في وتيرة العمليات العسكرية في هذه المناطق، ولكن الآليات لا زالت متمركزة في مناطق الشريط الحدودي، تحديدا شرق البريج، شرق المغازي، شرق منطقة المصدر، وتراجعت بشكل كبير بعد أن كانت قد توغلت في هذه المناطق وعلى مداخلها خلال الأسابيع الماضية. في مدينة غزة أيضا الأوضاع هناك صعبة، صحيح أن وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية انخفضت بشكل كبير، لكن لا يخلو الأمر من غارات جوية تنفذها من حين لآخر قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهداف متفرقة في مدينة غزة. كذلك الحال في المناطق الشمالية من قطاع غزة، حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن استمرار في وتيرة العمليات العسكرية واستمرار أيضا في القصف المدفعي خاصة في المناطق الشمالية الشرقية من قطاع غزة. لكن في مقابل كل هذا المشهد الميداني المستمر، هناك مشهد إنساني لا زال يشهد مزيدا من التراجع الكبير زاهر. نحن نتحدث عن واقع بئيس يعيشه سكان مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة بشكل أساس. المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية لم تصل حتى الآن إليهم بشكل أساس. كذلك الحال الأوضاع الصحية والمنظومة الصحية هناك تعيش في أسوأ أحوالها. هناك محاولات حثيثة تجري من قبل كافة الأطراف سواء كانت محلية أو حتى منظمات دولية من أجل إعادة تشغيل مزيد من المرافق الصحية، لكن هناك الكثير من العقبات والعثرات لا زالت تواجه عمل هذه المنظومة، وبالتالي هذا كله ألقى بظلال على تقديم الخدمات الصحية. لكن على الرغم من ذلك جامع الشفاء الطبي اليوم يعمل بطاقة جزئية، ومستشفى المعمداني كذلك يعمل بشكل جزئي. هناك محاولات كانت من الهلال الأحمر الفلسطيني العمل واستعادة العمل والنشاط في مدينة غزة والشمال، بالفعل لا زالت الفرق هناك موجودة، نجحت في تشغيل بعض النقاط الميدانية من أجل تحريك مركبات الإسعاف. هناك أضرار كبيرة كانت في داخل سيارة الإسعاف خلال ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية، وبالتالي تحاول المنظومة الصحية استعادة وتيرتها وعملها في هذه المناطق. لكن في الجنوب الأوضاع صعبة جدا أيضا، مياه الأمطار اليوم غمرت مخيمات النازحين بشكل كبير، الوضع انهارت الجزء انهارت خيام كثيرة على رؤوس ساكنيها في المخيمات، وبالتالي أصبحوا في أوضاع صعبة جدا، تارة بسبب اللجوء والنزوح الذي يعيشونه اليوم، وتارة أخرى بسبب مياه الأمطار والتداعيات الإنسانية التي خلفتها جراء استمرار الهطول وجراء استمرار البرد القارص الذي ألقى بظلال سلبية وكبيرة جدا على حياتهم في داخل هذه المخيمات، مخيمات النزوح في مدينة رفح والمناطق الغربية من مدينة خان يونس. شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد مراسل العربي، حدثنا من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.